مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشأن أزمة ملف النازحين في العراق والتي باتت شائكة أكثر من ذي قبل نتيجة إصرار الحكومة على المضي بغلق المخيمات رغم التحذيرات الأممية والحقوقية التي دعت لتأمين عودة طوعية كريمة بدلا من أن تكون إعادة قسرية، فيما أكدت منظمات إنسانية أن آلافا من النازحين ما زالوا عالقين في مخيمات بمحافظات الأنبار وصلاح الدين والذين أهدرت حقوقهم القانونية والشرعية وباتوا عرضة للجوع والبرد بعد إعلان الحكومة رسميا إنهاء هذا الملف وبالتالي إمكانية توقف المساعدات الإغاثية لهم. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا في الاستوديو شاهو القرداغي الباحث في شأن العراقي. أهلا بكم أستاذ شاهو. أهلا وسهلا. أهلا بي. وعبر سكايب الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من عمان، وعبر سكايب أيضا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا من فيينا. أستاذ ضياء مرحبا بكم. أهلا ومرحبا والسلام عليكم. أهلا بك. وقبل البدء مشاهدينا الكرام بمناقشة محاور تغطيتنا الخاصة نشاهد وإياكم هذا التقرير. سنوات مضت على نزوحهم ومعاناتهم تزيد وتتعقد كل يوم. هؤلاء الذين اضطرتهم آلة الحرب لترك ديارهم ها هم يعيشون اليوم فصلا جديدا من المأساة. تلك المساعدات التي لا تكاد تسد رمقهم وتفي باحتياجاتهم قطعت عنهم اليوم بعد أن سحبت الحكومة في بغداد غطاءها القانوني لتقديم الدعم لهم إثر قرار إغلاق المخيمات دون توفير أي ضمانات أمنية ومادية. المنظمات الإنسانية الدولية التي تقدم المساعدات الإغاثية للنازحين حذت حذو الحكومة أيضا ليبقى مصير عشرات الآلاف من النازحين معلقا بالمجهول، لا سيما وهم يرون أولئك الذين اضطروا للعودة في حال لا يقل بؤسا عن حالهم، إذ يقول تقرير صادر عن منظمة أنقذ الأطفال الدولية أن الآلاف من الأطفال وعائلاتهم العائدين يعيشون اليوم في منازل مهدمة وسط القنابل اليدوية غير المتفجرة وجثث الموتى بعد إغلاق المخيمات. قرار إنهاء ملف النزوح الذي أصدرته حكومة الكاظمي كان محاولة جديدة لتسجيل انتصار وهمي على حساب حياة عشرات الآلاف من المدنيين الذين دفعوا ثمن طيش النظام الفاسد مرات عديدة، مرة حين نزحوا من مناطقهم على وقع معارك طاحنة، ومرة أخرى حين عاشوا إهمالا في سنوات النزوح العصيبة، وها هم اليوم يعيشون بين مطرقة العودة القسرية وسندان البقاء دون مغيث. أسباب جمة تقف وراء عدم قدرة أعداد غفيرة من النازحين على العودة، ما بين منازل مدمرة ومناطق تحولت إلى أطلال، وما بين ميليشيات تسرح وتمرح دون رادع لتلاحق الناس على الشبهة وتفرض إتاواتها وقوانينها الجائرة وتحول مناطق بأكملها إلى معسكرات وثكنات لأنشطتها الإرهابية، وجرف الصخر خير شاهد على ذلك. فشل ذريع آخر يسجله نظام المحاصصة الطائفية في العراق عنوانه ملف النازحين الذين سرقت أعمارهم وأحلامهم وهم يتطلعون إلى يوم يعودون فيه إلى منازلهم ويستعيدون أمنهم وكرامتهم. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة نناقش في هذه التغطية أزمة ملف النازحين، حيث تصر الحكومة على إعادتهم قسرا إلى مناطقهم. أبدأ بسؤال الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أستاذ شاهو، الحكومة اتخذت قرارها بإعادة النازحين قسرا وإغلاق المخيمات وعلى الرغم من عدم تهيئة الظروف الملائمة لهذه العودة، ما مدى قانونية مثل هكذا إجراء؟ تحياتي وتقديري لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف المحترمين. حقيقة جميعنا نعلم أن ظروف أو وضع النازحين هو وضع استثنائي، عندما يدخل البلاد في حرب أو في أزمة أو في صراع داخلي يكون هناك لجوء إلى مناطق أخرى أو نزوح إلى مناطق أخرى حيث يستقر هؤلاء بشكل استثنائي لفترة مؤقتة وليس مستمرة حتى يعودوا لاحقا إلى مناطقهم. هذا الأمر ثابت دوليا، ولكن متى يعودون إلى مناطقهم؟ عندما يكون هناك بيئة مناسبة يعني ملائمة يستطيع هذا النازح أن يعود إلى منطقته آمنا على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى عائلته ولا يخاف من أي خطر يهدده. في الحالة العراقية الأمر ليس كذلك للأسف، على الرغم من أن جميع المواثيق الدولية تؤكد على أن
حق النازح يجب أن يكون في عودته الطوعية وليس قسرية، ولا أن يضغط عليه بطريقة ما لكي يعود إلى منطقته وهو لا يملك شيئا فيها. ولكن في العراق على الرغم من أن تنظيم داعش انتهى، السبب الذي أدى بسببه هذه حالات النزوح، إلا أن الحكومات السابقة والحالية لم تعمل على تهيئة الظروف المناسبة حتى يعود النازح طوعيا، وبالتالي يتم إعادته قسريا، لأنه لا يستطيع أن يعود إلى دمار. ماذا يفعل في بدمار ومنازله المهدمة؟ لم يتم أولا تفعيل موضوع إعادة الإعمار بشكل فعال حتى في هذه الحكومة، لم يتم توفير الأمن للجميع، يتم التعامل معهم بشكل غير مساوي، يعني هناك تفرقة بين في التعامل مع النازحين من هذه المنطقة وهذه المنطقة، لا يوجد نظرة مساوية، على الرغم من أن الدولة دائما يسمونها الأب، يجب أن تنظر إلى أولادها بنظرة متساوية. ولكن في حال العراقية للأسف هناك تباين، طبعا الجميع يشهد هذا التباين ولكن الحكومة تنفيه، وبالتالي هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية، وخاصة أنها نهاية العام الماضي أعلنت أنها سوف تنهي ملف النازحين، هذا الأمر ليس فيه أي بطولة أن تنهي ملف النازحين بالقوة. يعني أنت تغلق ملف مخيم نازحين هنا سوف تفتح مخيم نازحين في منطقة أخرى، ولكن بطريقة غير قانونية، وبالتالي أنت تؤدي هذه الإجراءات، تقوم بخلق أو زرع ألغام كثيرة تنفجر مستقبلا. يعني هذه العوائل التي تفرض عليها أن تترك هذه المخيمات حتى تحقق إنجازا للانتخابات القادمة، أو ترسل رسائل إيجابية إلى المحيط الدولي أو الداخلي بأنك عالجت هذا الملف، هذا الملف لا يمكن معالجته بهذه الطريقة الفوضوية العشوائية وبالشعارات وإغلاق، وأصلا هناك عدم تنسيق بين تصريحات المسؤولين حول هذا الموضوع، أحدهم يعترف بوجود أخطاء، الثاني يقول لا سوف نعالج الموضوع بشكل فوري، وبالتالي تستطيع أن تقول أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الملف بتعامل لمعالجة قضية بشكل نهائي، لا تتعامل مع الموضوع بصورة طارئة ولتحقيق منجز أو إنجاز انتخابي، ثم بعدها تتفاقم الموضوع مرة أخرى. أستاذ ضياء الشمري، يعني قال الأستاذ شاهر القرداغي إذا أردنا أن نعيد النازحين أو إذا أرادت الحكومة أن تعيد النازحين عليها أن توفر بيئة ملائمة، أهم هذه الخطوات أو هذه النقاط هو توفير الأمن، وبالتالي يعني توفير الخدمات للمواطنين الذين يريدون العودة إلى منازلهم بشكل طوعي وليس قسري. لكن ما هدف الحكومة من إعادة النازحين قسريا؟ الأستاذ شاه القرداغي تحدث أنهم يريدون يعني تحسين صورتهم أمام الرأي العام العالمي، وبالتالي أيضا يريدون تحسين صورتهم أمام الناخب في الانتخابات القادمة 2021. لماذا تصر الحكومة على إعادة النازحين قسرا؟ ما الغاية وما الهدف من وراء ذلك؟ السلام عليكم وتحياتي للمشاهدين وتحياتي لحضرتكم الكريمة وكل العاملين في قناة الرافدين. الحقيقة هي الأمر الضغوطات الدولية الذي مبرم على الحكومة العراقية من قبل الحكومات بالعالم ومن قبل المنظمات الحقوقية في العالم وإشرافها على ما يحدث بالمخيمات والمعسكرات، تريد هذا العبء وهذا النقد البناء ضد الحكومة العراقية لعدم تعاملها بصيغة طبيعية أو بصيغة سلسة حتى يعودون النازحين إلى ديارهم. المفروض من الحكومة العراقية أن تهيئ المناخ الملائم لعودة اللاجئين، لأنه النازحين الموجودين في جرف الصخر أو في فلوجة أو المناطق الأخرى من العراق، يعني لحد الآن ما عنده بيت، ما عندهم مدرسة، ما في شارع، ما في أمن. الميليشيات، احنا نعرف الميليشيات هي مسيطرة وتسرق الناس، يعني كيف بيظل هذه الأمور تبدأ الحكومة العراقية وتناشد أنه تريد ترحيل
النازحين. وهذه يعني عملية، المتحدث يعني تكلم الأخ انه هاي عملية بسيطة، اغلق المخيم واقول لهم اطلعوا برا، وهذا ليست بحل. يعني المنظمات العالمية من طرحت هذا الموضوع وطلبت بحل مشكلة النازحين في داخل العراق، ليس بمعناتها غلق المخيمات، وإنما وجود مناخ مهيأ لأن يعود هذا الشخص أو هذه العائلة إلى منطقته. هل توجد العناية الصحية في هذه المناطق؟ هل توجد المدارس؟ هل توجد الأمن موجود في هذه المناطق؟ كل هذه الأشياء غير موجودة. بعدين يعني المناطق اللي راح يعودوا لها، احنا نعرف جرف الصخر نصه ماخذته ايران ونصه ماخذته الميليشيات، والنص الاخر يعني تابع للمواطنين بعدد قليل جدا، وهذه هي مشكله كبيره. يعني كيف ياتي النازح الى هذه المناطق وهو لا يملك شيء؟ يعني كيف؟ يعني انا دفتهم الحكومه او كيف تفكر هذه الحكومه؟ يعني هل هي التفكير يعني اسد الملجأ واقول لهم اطلعوا برا، ولا ترحيلهم؟ الترحيل القسري بالعالم وكل المنظمات وكل القرارات الدوليه تنفي الترحيل القسري، الترحيل هو الطوعي. لو كان هنالك برنامج من الحكومه العراقيه مؤهل ان يعيد الناس الى مناطقها، مثل ما حدث في تركيا في الزلزال في تركيا، بنت لهم بيوت، بنت لهم مساكن، بنت الشوارع، بنت المدارس، الناس طوعا تروح ترجع الى المكانات اللي هي كانت فيها. في العراق بالعكس، الاعمار غير موجود، البنيه التحتيه غير موجوده. يعني كيف يعودون الى مناطق والبنيه التحتيه غير موجوده؟ لا فيها مدارس، لا مستوصفات، لا امن، لا شرطه جيده، ولا أي شيء يمكن أن يحمي المناطق، يحمي المواطن من ما ترتكبه هذه الميليشيات. من يحمي المواطن من هذه الميليشيات؟ ومن يعني الشخص اللي يأتي من المخيمات هو متهم من قبل الميليشيات، متهم بالداعش، متهم بهذه الطائفة أو تلك الطائفة. هذه حقائق، ليست اعتباطية. وجودهم في المخيمات أفضل لهم مما يروحون إلى بيت يعني لا موجود في سكن، لا موجود في امان. وبعدين العمليه هي عمليه سياسيه لصالح الحكومه العراقيه وليست بحكومه، لسبب الانتخابات. يعني تريد تسوي انجاز من لا شيء، وهو ليست بانجاز، وانما جريمه ترتكب جريمه اخرى مقابل الجريمه اللي ارتكبتها بتنزيح وتهجير المواطنين من ديارهم. هذا اللي حدث في الموصل، نفس الشكل بالساحل الأيمن من الموصل، طردت الناس بالقصر بالقوة بالجبر، رحلوا من مناطقهم بحجة داعش ولا آخره. هذه العمليات تقوم بها الحكومة العراقية ومتقصدة بهذه العمليات. نعم أستاذ ضياء، سأعود إليك أستاذ ضياء لاحقا. أستاذ شاهو، الآن عشرات الآلاف من العوائل داخل المخيمات هم بلا غطاء قانوني أيضا لتقديم المساعدات لهم. هذا يقودنا إلى سؤال، هل أن الحكومة تتعرض عمليات التجويع المتعمد لهؤلاء النازحين؟ طبعا عندما نقول الإعادة القسرية، ما هو الإعادة القسرية؟ هو يدفعك إلى المغادرة. طيب. وكما أكد بعض العوائل أن القوات الأمنية دخلت وطلبت منهم الخروج أو يتم طردهم. نعم. وعندما تريد أن تخرجهم بالقوة تمنع المساعدات عنهم فينجبرون على الخروج، ولكن هذا كما قلنا يفاقم المشكلة. يعني هذه الطريقة، هذه التي تقوم بها الحكومة الحالية، تؤكد أنها أصلا ليس كما هي تقول أن معالجة موضوع النازحين من ضمن البرنامج الحكومي، معالجة وليس إنهاء وإغلاق هذا الموضوع. بهذه التعامل، هذا التعامل الذي نراه اليوم، محاولة إغلاق هذه المخيمات بالقوة، هذا التعامل لا يندرج في خانة المعالجة. المعالجة يتطلب معالجة المشكلة بشكل جذري على الأقل، أو يكون هناك رؤية لهذا الموضوع، ويكون هناك تنسيق مع النازحين. طبعا الأمر المستغرب أن أحد المسؤولين يقول النازحون يكذبون، وأنهم يمتلكون منازل يستخدمونها للإيجار، ويعني ينفقون هذه الأموال لأنفسهم، لذلك لا يريدون العودة إلى مناطقهم. حتى تبريراتهم أفشل وأضعف من قراراتهم التي يقومون بها. طبعا
أصدروا هذه التبريرات وقالوها للرأي العام حتى يقنعوا المواطنين بأن إجراءاتهم صحيحة، ولكن لو افترض أن شخصا أو اثنين أو عشرة أو مئة، هل الآلاف يقومون بهذا الأمر؟ أنت بنفسك لا تستطيع أن توفر الحماية الأمنية أو لا تستطيع أن تتحدث عن 13 منطقة لا تستطيع الحكومة الدخول إليها، مثل جرف الصخر وهناك مناطق أخرى، 13 منطقة تم تحديدها لا تستطيع الحكومة التحدث عنها. يعني عندما تسأل أي مسؤول حكومي عن هذه المناطق ماذا يفعل، هل يعود النازح إليها، يتجنبون الحديث عن هذه المناطق لأنها تحولت إلى مقرات عسكرية وأماكن لتخزين السلاح عند الميليشيات، وبالتالي لا يستطيعون معالجة هذا الأمر أو توفير البنى التحتية لهذه المناطق أو حتى دخولها. يعني الحكومة عاجزة عن دخول هذه المناطق، كيف بالمواطن الذي لا يمتلك أي شيء أن يعود إلى هذه المناطق؟ صحيح. طبعا ترسله إلى الموت بقدمي، وكما رأينا في الفرحاتية ومجازر أخرى حدثت وإلى الآن لم يكشفوا عن القتلة. يعني هذا الأمر يعني أن الجرائم الطائفية والأحقاد الموجودة سوف تزداد أو تستمر دون معالجة، لأنه ما دام الحكومة لم تتعامل مع هذا الموضوع بشكل قانوني وتقدم الجنات للعدالة وتكشف أنهم قاموا بقتل مواطنين عزل، إذن هناك احتمال لتكرار هذه الجرائم مستقبلا. الحكومة الحالية للأسف تعتمد على الشعارات والشو الإعلامي أكثر من اعتمادها على خطوات قانونية وخطوات على أرض الواقع لمعالجة هذه الملفات. وطبعا عندما يتحدث المنظمات الدولية والصحف الدولية عن هذا الملف، الحكومة العراقية تحاول أن تشوه أو تنكر أو تنفي هذه التقارير باعتبارها محاولات لتشويه التجربة العراقية، ولا ندري ما هي هذه التجربة، ما هي مميزاتها حتى يتآمر عليها الصحف العريقة الدولية لتشويهها. وبالتالي أنا دائما أقول أن لا يمكن تقديم غلاف جميل لهذه التجربة المؤلمة للأطراف الخارجية. المنظمات الدولية، المنظمات الحقوقية تعرف ما يجري على الواقع أفضل حتى منا ومن الحكومة العراقية. وبالتالي هذه المحاولات، هذه المحاولات الإعادة القسرية للمواطنين، عدم التعامل معهم بشكل متساوي، عدم توفير البيئة اللازمة. الآن إذا عاد مواطن من هؤلاء المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية ويعانون من ظروف حتى المناخية مع البرد، يتمنى أن يعود إلى منزله، ولكن عندما يعود إلى مناطقه حتى لو وجد بيتا لا يوجد فرص عمل، لا النشاط الاقتصادي في المناطق المدمرة أو المحررة هي بيد ميليشيات الطائفية التي تمسك أن تخنق هذه المناطق، وبالتالي المواطن حتى عندما يعود لا يمتلك أي عمل، لا يستطيع أن يعني يتاجر أو يدخل في أي عمل، ولا يوجد فرص عمل، إذن أنت تخلق مشاكل أخرى عندما تفرض عليه العودة. وطبعا بما أن النظام نظام محاصصي، تم توزيع المناصب والسلطات بين الأطراف السياسية بالتراضي وحتى في هذه الحكومة، إذن حتى لو قلنا أن الحكومة تقوم بالتجويع، حتى لو قلنا أن الحكومة تقوم بممارسات غير قانونية، لا أحد يستطيع محاسبة هذه الحكومة، لأن الجهاز القضائي هو أحد أركان المحاصصة الطائفية في العراق وليس ركن لتحقيق العدالة حتى نلجأ إليه لمحاسبة الحكومة أو مساءلتها. طيب أرحب بالدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عبر سكايب من عمان. دكتور أيمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أيمن، كيف يمكن للحكومة أن تتخذ يعني عودة النازحين دون تهيئة الظروف في المناطق المنكوبة؟ هل هذا الإجراء يضعها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية؟ أخي الكريم، احنا الحقيقة نتحدث عن حكومة هي موجودة وعن مجموعة من الحكومات المتعاقبة حقيقة خلال السنين السبع الماضية. هي حكومات اصلا يعني لها سجل ممتلئ بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وحكومات غير وطنية يجري تعيينها حقيقة بتوافق من أطراف خارجية ولا سيما إيران وأمريكا. فنحن أمام حكومات غير آبها
للموضوع الأخلاقي هذه أولا. ثانيا هي حكومات أصلا ليست قانونية وتفتقر لأبسط المقومات، أبسط مقومات الدولة القانونية هي تفتقر لها، وهي حكومات ليست ذات سيادة، ليست لها هيبة حقيقة. فالتالي نحن أمام حكومات لا يمكن أن تحاسب بالوفق القانون الدولي ووفق المعايير المعتمدة في الأمم المتحدة، لأنها حقيقة هي حكومات خارجة عن القانون. أستاذ ضياء، منظمات إنسانية يعني أكدت في بياناتها موضوع إغلاق المخيمات هو يمثل إهدار لحقوق النازحين وأيضا حرمانهم من الدعم الدولي. هل بإمكان هذه المنظمات تقديم الدعم للنازحين دون أن تأخذ موافقة الحكومة؟ تعتقد ذلك أستاذ ضياء؟ ومن ناحية قانونية لا يمكن الدخول للعراق إلا بموافقة الحكومة العراقية، أي من ناحية قانونية، لأنه حينما تدخل المساعدات بأي صيغة من الصيغ يجب أخذ موافقة الحكومة العراقية حتى تعبر الحدود العراقية. هذه نقطة. بس المنظمات الإنسانية اللي هي الفقرات اللي قاعد تطرحها هي فقرات قانونية شرعية للحكومة العراقية، أنه عليكم أن تنفذوا كل ما هو قانوني ضد الذين لم يريدوا يرحلوا من مساكنهم، الذين لم يريدوا أن يرحلوا من المخيمات. عليكم أن تستنفذوا كل الأشياء القانونية ضد هذا الشخص. يعني يدعون أنه هذا الشخص وتلك العائلة يستفادون مأجرين بيوتهم أو كذا، هذه قاعد تطرح، بس هذه ليست عذر شرعي أمام المنظمات الدولية. المنظمات الدولية يعني قاعد تقول لهم إذا كانت هذه القضية فعلا توجهوها لتهمة لنفس الشخص، بس إذا تريدون تسوون قضايا قانونية وترحلون هذا الشخص بذمة الآخرين، يعني ترحلون واحد مرتكب جريمة وآلاف يتحملون هذه الجريمة، هذا مو حل للمشكلة، وإنما تعقيد المشكلة. أنتم هيئوا الأشياء المقيمات العيش في هذه المناطق الذي رحلوا من عندها، منطقة جرف الصخر، هو أنتم نفسكم الحكومة، هو نفسه وزير الدفاع أو رئيس الجمهورية ما يقدروا يدخلون مناطق جرف الصخر. كيف تريدوا ترحلون الناس إلى جرف الصخر؟ وكيف تريدوا وكثير مناطق بالعراق هي تحدث هذه المقيمات التي يمكن لعيش الإنسان أن يكون هناك الأمن، المدارس، الصحة، مقومات الحياة. أريد أعيش يعني، لأنه إذا يخرج من المخيم تنقطع المساعدات من عنده، المساعدات اللي تأتي، المساعدات اليومية أو الأسبوعية اللي قاعد تأتي للمخيمات، هذه المساعدات تنقطع. يعني أنا ما أعرف الحكومة العراقية كيف تفكر. يا أخي فكر بإصلاح المنطقة اللي هو نازح من عندها، وهيئ التهيئة لأن يعودوا كل الناس. أنت تخلي المنظمات وتقول ما لي تدخل أجنبي من المنظمات، لعد كيف تحل المشكلة؟ يعني نبقى نحن نتفرج عليك تقتل وتذبح وترتكب أعمال إجرامية ضد الشعب العراقي، ونبقى وكل المنظمات تبقى تتفرج عليك. لازم تقول لك يا أخي أكو طرق ممكن تتبعها لإنقاذ لحل هذه المشكلة. أنت قاعد تدز رجال الأمن أو الشرطة بالتهديد حتى ينزحوا من هذه المناطق، من مناطق المخيمات، وهذا شيء غير صحيح وشيء غير مقبول من قبل المنظمات الحقوقية العالمية. طيب أستاذ شاهو، مخيمات الأنبار وصلاح الدين ما زالت مكتظة بالنازحين لكن دون غطاء أو وضع قانوني مناسب لهم، لكن ما هي الوسائل المتاحة حاليا للتعامل مع مثل هكذا أزمة؟ طبعا عندما يكون قسري كما قلنا هو يفرض عليك مغادرة المخيم ولا يسمح بأن يصل لك أي نوع من المساعدات حتى أنت تلجأ للخروج من هذه المنطقة وتلجأ
تذهب إلى مناطق أخرى. طبعا وفي ظل هذا الواقع الحالي وفي ظل عدم إعمار المناطق المدمرة وفي ظل الواقع الأمني أيضا مشكلة أمنية لدينا، مشكلة محاسبة الموجودين داخل هذه المخيمات عندما يخرجون، هذه المشكلة أيضا موجودة، يجب أن يعالج أو يبحث عن ملفه لا يكون مطلوبا للميليشيات، لأنه رغم أنه كان نازحا إلا أنهم يبحثون عنه ويريدون الانتقام منه. نعم. الأمر الآخر أيضا وجود المخلفات الحربية في الكثير من المناطق إلى الآن، يعني إلى الآن لم تقم الحكومة بتنظيف هذه المناطق أصلا، وبالتالي أنت عندما تقوم بالتضييق على هذا الشخص، التضييق على هذا المخيم أو محاولة إغلاقه، هو يذهب إلى منطقة أخرى ليصبح نازحا من جديد في منطقة أخرى لأنه لن يعود إلى منطقته، وبالتالي أنت تقوم الدوران حول حلقة مفرغة إلى لا نتائج، يعني لا يمكن أن يتحقق من هذا الأمر نتيجة إلا أنه كما وعد بإغلاق المخيمات الموجودة الثابتة التي تعترف بها، يغلق هذه المخيمات وتدريجيا يتم فتح مخيمات في مناطق أخرى بسبب عدم وجود البيئة المناسبة كما قلنا في هذه المناطق. طبعا لا يستطيع أي طرف كما تفضل الأستاذ، لا يستطيع أي طرف أن يقدم المساعدات لهذه للنازحين أو يدخل مخيمات النازحين إلا بالتنسيق مع الأطراف الحكومية، حتى كان هناك أطراف أو منظمات إغاثية حاولت مساعدة بهذه الأيام. نعم. وأنا كنت مطلع عليها، حاولت مساعدة ضحايا شهداء ساحة الطيران. نعم. الجهات الحكومية لم تقدم أي معلومات أو لم تساعد لي الوصول إلى هذه العوائل، يعني تصور هذا. نعم. الأمر يعني. نعم. هناك محاولة للسيطرة على كل شيء ولا عدم السماح لأي منظمة خارجية بالتدخل أو مساعدة العراقيين، ويتم التعامل مع هذا الأمر بصورة غريبة على الرغم من أن الحكومة بما أنها عاجزة عن تقديم المساعدة. نعم. عليها أن توفر الوسائل المسهلة للمنظمات الدولية. نعم. أو الأطراف التي تريد أن تساعد العراقيين أو تساعد ضحايا الانفجارات، ضحايا الحرب الدائرة الموجودة منذ 2003 إلى الآن. نعم. ولكن التعامل تعامل غير صحي إلى الآن، وهي لا تتعامل بروح وطنية أو بروح رجال دولة ينظرون إلى المستقبل. نحن لدينا هذه المشكلة، دائما رجل الدولة لا ينظر إلى الانتخابات القادمة بل ينظر إلى الجيل القادم. نحن ينظرون إلى الانتخابات القادمة، وبالتالي نظرة سياسي ينظر إلى الأمور كتاجر يبحث عن ربح سريع. بالضبط. نعم. ولا يفكر في ربح استراتيجي للمواطنين على مدى المستقبلي، وبالتالي. نعم. هذا الأمر هو مهما بحثنا في الأسباب الأخرى أو المشاكل الأخرى. نعم. يبقى أزمة غياب رجل الدولة الحقيقي هو محور الأزمات الموجودة في العراق والذي. طيب. نعاني منها ولا نجد حلا إلا ببروز هذه الشخصيات الوطنية التي تملك رؤية مستقبلية وليس رؤية ضيقة لمصالح شخصية أو حزبية. طيب. نعم. مشاهدين ضيوفنا الكرام، سنتحول الآن إلى إنفوغراف يوضح لكم المزيد من المعلومات والتفاصيل بحسب ما ذكرته بعض المنظمات عن عودة النازحين دون تهيئة الظروف المناسبة إليهم، فلنتابع.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نناقش في هذه التغطية الخاصة أزمة ملف النازحين، حيث تصر الحكومة الحالية على إعادتهم إلى مناطقهم دون تهيئة الظروف المناسبة لهم. دكتور أيمن، الاتحاد الأوروبي أكد أن الإغلاق غير المنسق للمخيمات سيؤدي، مثل ما تفضل به الأستاذ شهر قرداغي، سيؤدي إلى مزيد من النزوح الثانوي. لماذا تعمد الحكومة إلى تصدير الأزمات ومعالجة الداء بالداء؟ أخي الكريم، الحكومات المتعاقبة في العراق هي حكومات فاشلة وحكومات فاسدة، حكومات تعتمد سياسات أودت البلد إلى الهاوية، حكومات لا تأبى حقيقة لمصير المواطنين وغير معنية بتوفير الحماية إليهم، هي حكومات فاقدة للشرعية الدولية. المشكلة فيها أنها يعني معتمدة لدى كما ذكرت لدى أمريكا وإيران، وهذه هي أس المشكلة حقيقة. أما مسألة ترحيل الأزمات أو الداء بالدواء والكذا، فهذه يعني حقيقة في مسألة مجال الإغاثة ومجال النازحين، على طول هذه السنوات من أزمة النزوح الكبرى في العراق، لم تكن الحكومة طرفا في حل أي مشكلة من مشاكل النازحين طوال السنين السبع الماضية، لأنها حقيقة حكومات محاصصة طائفية، حكومات تفتعل أزمات، حكومات تريد لهذه الفوضى أن تستمر، تريد للأمور أن تبقى يعني غير مستقرة، وبالنتيجة هي يعني هي عامدة حقيقة، هي متعمدة في مسألة ترحيل الأزمات، لأنها يصب في صالحها لا سيما أن هذه الأزمة وهي أزمة النزوح هي أزمة ذات طابع طائفي، تسببت بها عمليات عسكرية شنتها الحكومة، القوات الحكومية وحلفاؤها استهدفت مناطق واسعة من العراق، هذه المناطق أصبحت تحت يعني خاضعة لتنظيم داعش، لأنه الجيش تقاعس عن دوره في أداء مهامه، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية كاملة. ولكن هذا الملف وغيره من الملفات، حقيقة كثير من الملفات التي تدلل على أن حكومات المتعاقبة في العراق، طيب دكتور، هي حكومات تتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقها وتتعمد إضرار المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر. طيب دكتور، سأعود إليك في مسألة تقييم أداء المجتمع الدولي باتجاه النازحين، ولكن أنتقل إلى الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، الحكومة أصدرت قرارا جديدا تشترط فيه تقديم كتاب التبرؤ من تنظيم داعش لإنجاز معاملات المواطنين في الموصل. هل ترى هذا الإجراء هو مزيد من الضغط على النازحين لكي يعودوا إلى مناطقهم، أم العكس تماما؟ يعني هو هذا الأسلوب القمعي اللي تستعمل الحكومة العراقية واستعملته يعني من بداية 2003 ولحد هذه اللحظة، يعني تتهم المواطن هو لم يرتكب أي جريمة، تتهمه أنه تبرى من هذا المكان أو تبرى من هذه المجموعة أو تلك المجموعة. يا أخي، أنا على أساس أتبرى إذا ما عندي هذه المشكلة؟ يعني أنا ليش أتبرى من داعش أو أتبرى من أي جهة أخرى أنتم تهمتوها وتقولوا لي تعال تبرى من أنت؟ يعني هذه العملية هي عملية تنكيل بالشعب العراقي، هي هاي العملية هي عملية إهانة الشخص. يعني هذا أستاذ ضياء، يعني هذا يعطينا مفهوم بأن الكل متهمين بأنهم ينتمون إلى داعش، باعتبار إذا أردت العودة عليك التبرؤ. طيب ما هو تبرأ وخرج عندما سيطرت داعش على بعض المحافظات العراقية، يعني هذا يعطي انطباع بأن كل النازحين هم متهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، أليس كذلك؟ هذا الاتهام هو موجود، يعني الاتهام هو الاتهام، يعني حقيقة احنا خلنا نضع النقاط على الحروف، الاتهام هو اتهام طائفي، انت من داعش لكون انت من هذه الطائفة، يعني لأسباب طائفية تهمة، لأهل الموصل يتهموهم بالداعش أو المناطق الغربية من العراق يتهموهم بداعش، تعال تبرأ من داعش حتى
نكمل لك شهادة الجنسية أو أي شيء ملتزمات أو حتى الدراسة يطلبون من المواطنين، الأب يجي يوقع أنه أنا بريء من داعش. يا أخي على أساس أنت تجهمني تهمة وأنا ما موجود بيها؟ يعني هذه المشكلة، أنه أنت تبرأت من داعش، يعني أكو عندك نية أنت بداعش ولا كيف؟ أنتم من دخلتوا ونظفتوا المدينة وأنتم دخلتوا داعش، ومن دخل داعش؟ الإيرانيين دخلوا داعش ومساعدات لجهة أجنبية أخرى. يعني حقيقة هي العملية عملية طائفية، وهذه المحاصصة، دستور المحاصصة هو أكبر خطأ حدث في العراق اللي سواه بريمر ولحد الآن إحنا ماشيين عليه. مشكلة المحاصصة وليست الكفاءات. الكفاءات بالعراق معدمة، لا يوجد بالدولة بالوقت الحاضر من الوزراء أو المدراء العامين مؤهلين أن يدير هذه المؤسسة. أغلبيتهم هم جايين بالمحاصصة الطائفية، يتبع لهذه المجموعة أو تلك المجموعة. ونحن نعلم أنه حتى الوظائف الذي يمتلكها هذا الوزير أو تلك المدير العام اشتراها بفلوس، هذه معروفة يعني بالعراق، اشتري لك منصب. يعني حقيقة الموضوع، تهمة المواطن، تهمة المواطن بهذه المجموعة هو خطأ كبير وخطأ فادح، لأنه لا يمكن أنه تتهم المواطن مالته بالانتماء إلى هذه وتعال تبرأ من عندها. يا أخي يعني أنا كيف أتبرأ وأنا ما منتمي لها؟ يعني شنو علاقتي أنا بيها؟ ليش ما تجي؟ ليش ما أنت تتبرأ؟ تعال أنت وقع المكان. يعني حقيقة التهمة هي مرجح أنتم تدخلتوا داعش أو المالكي دخل داعش. يجيب المالك يخليه يوقع المكان، هو دخله مش احنا. بالضبط. نعم. طيب استاذ شاهو، يعني انت عرجت الى هذا الموضوع، اعطيت مثال على جرف الصخر، ولكن الحكومة وحتى القوات الأمنية لا تستطيع مجرد الاقتراب إلى مناطق تستولي عليها الميليشيات مثل ما تفضلت به جرف الصخر على سبيل المثال. إذن كيف ستجبر النازحين على العودة إلى تلك المناطق وهذه المناطق تستولي عليها ميليشيات ولائية تابعة لإيران؟ طبعا هذا يؤشر مرة أخرى على الفوضوية وعدم وجود أي برنامج أو رؤية لمعالجة هذا الموضوع. نعم. بمناسبة الحديث عن جرف الصخر، جميعنا نتذكر مقولة إياد علاوي عندما حاول معالجة الموضوع جرف الصخر. نعم. قالوا له أن الموضوع في طهران، في لبنان. 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 يعني نعم. تصور أن جماعة لبنانية، حزب الله، هي التي تسيطر على مصير الآلاف من المواطنين. نعم. وهي التي تسيطر على الرقعة الجغرافية، فأين السيادة المزعومة التي صدعوا رؤوس العراقيين بها؟ يعني دائما يقال أن الدول التي تتحدث كثيرا عن السيادة والديمقراطية إذن هي تفتقد إليها، لأن الديمقراطية لو كانت موجودة لا داعي لذكرها. بالضبط. في العراق نفس الشيء، يذكروننا ودائما الحديث عن السيادة، ولكن في مثل هذا المثال نرى أن ليست حكومة فقط عاجزة عن دخول هذه المنطقة، هي لا تستطيع حتى التوسط مع الأطراف الإقليمية لمعالجة هذه القضية. نعم. يعني ماذا تحولت، لماذا تحولت هذه المنطقة إلى ثكنة عسكرية؟ لماذا لا يستطيع المواطن العودة إلى منطقته؟ لماذا يصبح هذه المنطقة ممرا لنقل المقاتلين والصواريخ والمخدرات إلى المناطق الأخرى؟ بالضبط. نعم. تحويل هذه المنطقة إلى هذه المراكز، مراكز تسليح، مراكز تدريب، حتى أحيانا يقال أن هناك مراكز تدريب لمقاتلين جاءوا من دول عربية أخرى، يتم تدريبهم على أنشطة إرهابية ثم إرسالهم مرة أخرى. يعني أصبحنا مركزا لتدريب الإرهابيين في المنطقة كلها، وهذا يؤثر سلبيا على سمعة العراق. لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الأمر، لا تستطيع الدخول إلى هذه المناطق، لا تستطيع حتى أن تذكر هذا الأمر. يعني إعلاميا عندما يتم توجيه هذا السؤال للحكومة تتجنب الرد عليه خوفا. نعم. من رد فعل الميليشيات. طيب. وبالتالي هذا يعني أن الحكومة أصلا لا تستطيع أن تعالج الملف أمنيا، فكيف يمكن أن تهيئ الظروف لعودة هذه المواطنين؟ وأيضا مؤشر آخر على أنه الشرط أهم في هذا الملف وخاصة لمعالجة هذا الملف هو وجود تنسيق بين الحكومة وبين المواطنين. هنا لا يوجد أي تنسيق. نعم. يعني لأنك ترسل المواطنين إلى المجهول أو إلى الموت. يعني المواطن هل يستطيع أن يذهب إلى جرف الصخر ويتحدث مع ميليشيات كتائب حزب الله ويقول أنا بيتي هنا وأريد العودة؟ طبعاً سيكون طبعاً. مصيره. طيب. الموت. نعم. وبالتالي هذا يعني أن للأسف الحكومة وخاصة في هذه القضية لا تكترث بأرواح المواطنين. يعني طيب. تقدم لهم عدة خيارات، إما المبيت في العراء. طيب.
الذهاب إلى الموت أو اختار الذهاب لتهاجر البلاد وتغرق في البحار. هذه الخيارات يعني المتاحة أمام ليس فقط النازحين وإنما أمام الشعب العراقي. أمام الشعب العراقي. طيب دكتور أيمن، نحن نتحدثنا عن أن النازحين وحتى المنظمات يعني الإنسانية يعني قد يئسوا من إجراءات حكومية تتخذها باتجاه النازحين، لكن كيف تقيمون أنتم أداء المجتمع الدولي تجاه النازحين؟ هل هناك تقصير واضح من قبلهم؟ أخي، على أقل تقدير هنالك حقيقة يعني تضامن إنساني متواضع جدا مع حالة النازحين في العراق، وهذا يعود أيضا إلى طبيعة الحكومات ويعود إلى طبيعة العلاقة بين المجتمع الدولي وهذه الحكومات. نعم. هنا المجتمع الدولي يتجاهل الكثير، يعني هذه أزمة العودة القسرية أو غير الطوعي إلى بالنسبة للنازحين، هذه تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الحقوقية المستمرة في العراق التي تقر بها وتشخصها الأطراف الدولية، ولكن على الأرض هي تتجاهل ردة الفعل بالنسبة لهذه الملفات، هي تدعم الحكومات المتعاقبة في العراق وتسوق لها يعني سياسيا، وتحاول أن تنعش كل يعني هذه، حتى التظاهرات التي خرجت ضد هذه الحكومات، حكومات الفساد وحكومات القتل وحكومات الاختفاء القسري، فما بالك بملف النازحين الذي هو أصبح طي النسيان بالنسبة للحكومة. ومنوال الحكومة مع التعامل مع ملف النازحين أو مع الجهات الإغاثة العاملة في العراق وكيفية التعامل معها واتهامهم بالإرهاب وتهديدهم بالقتل والاعتقال التعسفي طيلة السنوات الماضية، ولكن كل هذا حقيقة يمر دون محاسبة فضلاً عن معاقبة من قبل المجتمع الدولي، ولا حتى يعني رسالة لفت نظر أو تنويه أو أنه هذا الأمر جرى التقصير فيه، هذا كله يقع على عاتق المجتمع الدولي في احتواء أو عدم احتواء هذه الحكومات في ظل المعطيات السياسية الواقعة في العراق ما بعد الغزو الأمريكي والاحتلال الإيراني الذي أعقبه، وبالنتيجة لدينا أزمة متفاقمة، أزمة لا حلول لها في المستقبل البعيد حتى فضلا عن القريب، وبالتالي هذا هو الذي يجري في العراق مع الأسف الشديد. طيب. أستاذ ضياء، هناك تقرير صادر عن منظمة أنقذ الأطفال الدولية، دعني أقرأ لك هنا يعني فحوى التقرير. يقول التقرير إن آلاف من الأطفال وعائلاتهم العائدين يعيشون اليوم في منازل مهدمة وسط قنابل يدوية غير متفجرة وجثث موتى بعد إغلاق المخيمات. الحكومة يعني ماذا تنتظر لإعادة تأهيل هذه المناطق؟ الحكومة العراقية لحد الآن يعني احنا عندنا أمثلة مناطق اللي هي موجودة في الموصل اللي دمرت قبل، أو الساحل الأيمن من الموصل، لحد الآن أهل الموصل تبرعوا تطوعوا، هم المواطنين، احنا نروح احنا ننقذ هذه المنطقة، احنا ما نريد من عندكم شيء، بس هي المشكلة الحكومة العراقية لا تقوم بهذا العمل. إذا نتكلم على أي مناطق بالعراق، المناطق المهجورة المدمرة حقيقة، إذا نتكلم على احنا قاعد نتكلم نذكر مناطق جرف الصخر بحدود 50,000 شخص مهجرين من جرف الصخر، احنا ما قاعد نتكلم على 2 أو 3، أعداد بالآلاف اللي قاعد نتكلم عنهم. هذه حقيقة المنظمات والمجتمع الدولي يعرف هذا الموضوع ويطالب الحكومة العراقية بحل هذه الأزمة وتأخذ المساعدات الحكومة العراقية. يعني لحد هذه اللحظة الحكومة العراقية لم تبدأ بمبادرات جدية لإنقاذ المناطق من التدمير المدمرة. الحكومة العراقية استلفت مليارات لإعمار المناطق الشمالية، ولحد الآن ما وصل للمواطن العراقي أي شيء. يعني احنا من نتكلم على موضوع ليست موضوع أشخاص، وإن موضوع بالآلاف، يعني قتل جماعي
للموجودين النازحين حينما يعودون الأطفال إلى مناطقهم، لا توجد مدرسة، لا توجد دور حضانة، لا توجد مسائل صحية. أين الحكومة العراقية من هذه؟ صار لها 6 سنوات من رحيل داعش، صار لها 6 سنوات ولحد هذه اللحظة لا تعمر شارع ولا تعمر طريق ولا تعمر مستشفى ولا مدرسة. هذه الحكومة العراقية متهمة في كل الدول العالم. حقيقة أنا الاتحاد الأوروبي اللي أنا عايش فيها، الرسائل قاعد توصلهم، والرسائل ليست بالإعلام وما إعلام، والله رسائل دبلوماسية توصل للحكومة العراقية وتسلم إلهم، بس الحكومة العراقية يعني معتمدة على إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا برنامج مخطط إلى يعني الحديث بهذا الموضوع حديث سياسي وليس حديث إنساني حقوق إنسان، لأنه الموضوع هي ليست حقوق الإنسان، وإنما الموضوع هو موضوع سياسي بحت لحل هذه الأزمة. أنا أشكرك. نعم، أنا أشكرك أستاذ ضياء. حدثنا عبر سكايب الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا من فيينا. شكرا جزيلا لكم. أستاذ شاهو، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن إعادة الحكومة للنازحين مجبرين دفع بعضهم إلى الانتحار، كيف تعلق على ذلك؟ عندما تخيره بين الموت بطرق معينة هو يختار الموت والانتحار والخروج من هذه المعاناة التي يعيشها. نعم. لأنه سوف يقارن بين الوضع الذي هو فيه والوضع الذي يذهب إليه، يجد أن الأبواب كلها مغلقة أمامه. نعم. لأنه يعيش في مخيم، أنت تطرده في هذا المخيم، المخيم بالنسبة لهذا المواطن هو كل ما يملك. نعم. يعني أنت تحرمه من كل ما يملك، ليس مجرد مخيم كما ننظر له نحن، بل هي له هو المنزل والمأوى وكل بالضبط. شيء. نعم. فأنت عندما تحرم مواطنا من كل ما يملك ماذا سيفعل؟ عليه أن يتوجه إلى المجهول، إلى نفق مظلم، إلى مكان لا يدري ما سيكون مستقبله، هل سيموت، هل سوف ينفجر به قنبلة، هل سوف تقبض عليه الميليشيات وتقتله بحجة الانتقامات الطائفية التي تجري. إذن أنت تخيره بين مجموعة من الخيارات أحلاهما مر، وأصلا هو سوف يذهب إلى الموت. يعني إذا الاحتمالات للنجاة في هذه الظروف الحالية، في هذه الظروف لا يعني قليلة جدا، وبالتالي عندما يجتمع كل هذه الأزمات يلجأ المواطن إلى الانتحار أو إلى يصيبه اليأس مما يجري. وهذا الأمر خاصة هذه النقطة دليل على أن الإجراءات الحكومية مجرد شو إعلامي، لأنه لو كان فعلا حقيقيا لكان المواطن متفائلا وهو يبادر إلى الخروج وإلى الذهاب إلى مناطقه. نعم. ولكن عندما يلجأ إلى الانتحار ويلجأ إلى الانتقاد وانتقاد هذه الإجراءات، هذا دليل على أنه غير راضي عن الأمور، وأن الحكومة لا تهمه طيب. رضا الجماهير بقدر ما تهمه رضا أو مصلحة مجموعة خاصة طيب. دعمت هذه الحكومة. نعم. ولتشكيلها. دكتور أيمن، بأقل من دقيقتين، ما المطلوب من الحكومة لحل أزمة النازحين؟ يعني ما الخيارات المتاحة أمامها؟ الحقيقة في المعطيات الحالية لا خيارات، ولكن يأتي الحل مع وجود إرادة سياسية جادة في إيجاد حلول ناجعة لأزمة النازحين. الحلول ليست مستحيلة حقيقة، قد تحتاج إلى وقت، لكن هنالك حلول. الأمر الأساسي أنه قبل تطبيق هذه الحلول أو البحث فيها يستوجب وجود إرادة سياسية حقيقية وحسن نية في لدى السلطات الحكومية في معالجة أزمة النزوح. أنا أشكرك الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، حدثنا عبر سكايب، مشكورا من عمان، شكرا جزيلا لكم. أستاذ شاهو، بأقل من دقيقة، هل يمكن أن يعول النازحون على المجتمع الدولي لحل أزمتهم؟ أتصور أنه من التفاؤل المفرط إذا قلنا أنه من الممكن أن يعول عليه، لأنه إلى الآن هناك اتفاق دولي على دعم هذه الحكومة، ورأينا أن تظاهرات تشرين والأحداث التي حصلت كانت فرصة للتغيير، ولكن الدعم الخارجي، الدعم الدولي
هو الذي حافظ على هذه المنظومة السياسية بالطبع. ومنعه من الانهيار وحتى كان هناك اعترافات بأن النظام انهار مع المظاهرات، ولكن الدعم الدولي منعت هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الأمر. أنا أشكرك أستاذ شاه القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لحضوركم هنا. جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.